بيان مشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة يدعو حماس وإسرائيل إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يجسد المبادئ التي حددها بايدن. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة، والدفاع المدني يعلن انتشال 70 شهيدا جراء العدوان على جباليا بشمال القطاع. برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى فتح ممرات المساعدات في جنوب قطاع غزة في ظل النقص الحاد من الغذاء والوقود. بتوقيت جرينتش، الثانية 10 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي. أهلا بحضراتكم. دعت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك حركة حماس وإسرائيل إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال البيان المشترك إن مصر وقطر والولايات المتحدة تؤكد أن الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الأزمة، مؤكدا أن المبادئ التي حددها بايدن من شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم. نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن القاهرة تستضيف اليوم اجتماعا مصريا أمريكيا إسرائيليا لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. وقال المصدر إن مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. كما حملت الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وأكد أن مصر تبذل جهودا مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير للرئيس بايدن. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تناول الأوضاع في قطاع غزة. وقالت الخارجية إن الوزيرين بحثا مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود وساطة مصر وقطر وأمريكا في هذا الشأن. وأكد شكري على دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. وشدد شكري على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات. هذا واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بك إيمان ولكل مشاهدينك الكرام. بداية دعنا نتطرق للحراك الذي شهدته الأيام الماضية وجهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، هذا من ناحية لإتمام الصفقة، ومن ناحية أخرى لاجتماع الآخر الذي تستضيف اليوم القاهرة لإعادة فتح المعبر. في الواقع إيمان أن هذا الحراك الكبير الذي تشهده القاهرة على مدار الأيام الماضية والأيام القادمة إنما بيعكس حقيقة مركزية الدور المصري ودور مصر في العمل على دعم الشعب الفلسطيني، على دعم حقوق المشروعة، على وقف هذه العدوان ووقف هذه المعاناة، وقف نزيف الدم الفلسطيني رغم التحديات العديدة التي تواجه مصر في هذا الصدد، خاصة من الجانب الإسرائيلي واستمراره في التصعيد في خاصة في رفح وعلى معبر رفح وإعاقة دخول المساعدات. رغم كل هذه التحديات إن مصر مستمرة في جهدها بالتشاور مع الشركاء مع الوسطاء وتسير على أكثر من مسار في نفس الوقت، يعني مسار العمل على تنشيط المفاوضات والعمل على دفع الجهود نحو التوصل للاتفاق، وذلك في إطار التطورات الأخيرة بعد خطاب الرئيس بايدن مساء الجمعة الماضية والذي وضع فيه علم المبادئ يمكن أن تمثل منطلقا مهما للتوصل إلى الاتفاق. وجاء البيان الثلاثي المصري القطري الأمريكي أمس ليركب الكرة في ملعب كل من الفصائل الفلسطينية خاصة حماس والحكومة الإسرائيلية، وأن هذه فرصة مهمة
للتوصل الى اتفاق ينهي هذه المعاناه ويوقف نزيف الدم الفلسطيني، خاصه انه يحقق كل مطالب كل الاطراف، ويعني لاول مره هناك تغير حقيقي في الموقف الامريكي بالعمل والنص والاشاره الى الوقف الدائم لاطلاق النار، ضروره انهاء الحرب بعد ان فشلت اسرائيل كل تحقيق هدفها على مدار الشهور الثمانيه الماضيه. بالتزامن مع هذا ايضا تتحرك مصر على المسار الانساني في اطار فقه اولويات الدوله المصريه، وهو وقف معاناه الفلسطينيين ومنع الوصول الى كارثه في ظل الصعوبات والتحديات الكبيره التي واجهها سكان القطاع، وذلك من خلال الاجتماع الثلاثي الذي تشهده القاهره اليوم بين امريكا وبين الجانب الاسرائيلي والجانب المصري من اجل العمل على فتح معبر رفح في اطار تاكيد الثوابت المصريه، وهي عدم شرعيه الاعتراف بشرعيه الاحتلال الاسرائيلي لمعبر رفح وضروره انسحاب اسرائيل من هذا المعبر باعتبار انه معبر فلسطيني مصري، والتاكيد ايضا على ضروره ادخال المساعدات الاغاثيه والانسانيه، وبالتالي هذا التحرك سواء على المسار الامني في العمل على وقف اطلاق النار ونهاء الحرب وتوصل الاتفاق، او المسار الانساني في ادخال المساعدات ايضا بالتزامن مع المسار السياسي الذي تسير في مصر، وهو حشد الدعم الدولي كما راينا في زياره الرئيس السيسي للصين، ايضا التحرك المصري في الجمعيه العامه وعلى المستوى الدولي وتزايد الاعتراف الدولي بالدوله الفلسطينيه، وتاكيد على ان حل الدولتين هو الحل السياسي، هو الحل الشامل والحل الجذري لهذا الصراع، وهذا بيعكس حقيقه ان المقاربه المصريه ذات المسارات المتعدده والمتوازنه على كل الجانب السياسي والسياسي والامني، بتعكس ان مصر تظل دائما هي الداعم الاساسي للشعب الفلسطيني والصمام الامام لحقوقه المشروعه. الموقف الاسرائيلي الذي ربما لاحظنا فيه بعض التغيير في الفتره الاخيره اصبح المضي قدما في الحرب وتحقيق اهدافها والقضاء على قدرات حماس وغيرها، ايضا هدد المتصرفون بحكومه نتنياهو وسمتريتش ومن غفير بالانسحاب وانهيار هذه الحكومه، وكل هذه يمثل عقبات حقيقيه، ويعكس ان هذا اختبار حقيقي لماذا يبدي الجانب الاسرائيلي في التوصل لهذه الصفقه وهذه الهدنه وانهاء هذه الحرب وتحرير الاسرى والرهائن والمحتجزين الاسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينيه، خاصه مع تزايد الضغوط الداخليه والمظاهرات الضخمه التي شهدتها شوارع تل ابيب، ومنها المظاهره الضخمه امس في يوم السبت، كل هذا بيعكس لان هناك حاله من الزخم الدولي، هناك تحركات مصريه بتتعاون مع الشركاء، وبالتالي تصبح الكره الان في الملعب الاساسي صحيح. وهو الملعب الاسرائيلي، خاصه ان حماس ربما ابدت يعني ترحيبا بالمبادره لانها تحقق الاهداف الاساسيه في انهاء الحرب وانسحاب اسرائيل من الحرب. شكرا يا دكتور، جزيل الشكر دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب الإسرائيلي وضغط من أعضائه. وأضافت الهيئة أن إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية. وأشارت إلى أن المقترح الإسرائيلي الجديد يقبل للمرة الأولى استمرار التهدئة لما بعد 6 أسابيع حال استمرار المفاوضات. وأوضحت الهيئة أن إسرائيل قبلت المسار الذي عرضته حماس للإفراج عن المحتجزين في مقترحها الذي رفضته تل أبيب سابقا. هدد الوزيران المتطرفان إتمار بن جفير وسموريتش بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية وحلها إذا وافق بنيامين نتنياهو على صفقة تنهي الحرب ولا تدمر حركة حماس على حد قولهما. وقال وزير الأمن القومي إتمار بن جفير إن مقترح بايدن للهدنة يعني نهاية الحرب واستسلام إسرائيل أمام حماس، مشيرا إلى أن الموافقة على الصفقة لا تمثل النصر المطلق بل الهزيمة المطلقة لتل أبيب. بدوره قال وزير المالية إنه أوضح لنتنياهو بأنه لن يكون جزءا من حكومة توافق على الخطوط المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المحتجزين. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستراتيجيات المتبعة لإنهاء الصراع، والتي كان آخرها متطلبات عضو مجلس الحرب الإسرائيلية بني جانتس بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وتهديد رئيس الحكومة حكومة الاحتلال بالانسحاب من الحكومة بحلول 8 يونيو إذا لم يوضح نتنياهو بالتفصيل خطة اليوم التالي للحرب على غزة. توترات سياسية شديدة متصاعدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس على إثر مطالبة الأخير بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
حيث هدد الأخير بالانسحاب من الحكومة إذا لم يوضح رئيس الوزراء بالتفصيل خطة اليوم التالي للحرب على غزة. وقال غانتس الذي يتزعم حزب الوحدة الوطنية إن جميع الأحداث التي سبقت الحرب سيتم التحقيق فيها في إطار لجنة التحقيق الحكومية، بالإضافة إلى اتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري والإجراءات خلال فترة الحرب نفسها. وتدرس اللجنة السياسات وعمليات صنع القرار في الأجهزة الأمنية والمخابرات وكذلك الوزارات الحكومية فيما يتعلق بحماية المنطقة الحدودية مع غزة قبل الحرب وكيفية استجابتها للأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر وأثناء الحرب التي تلت ذلك. ورغم أن القانون الإسرائيلي ينص على إمكانية إنشاء لجان تحقيق حكومية بموجب قرار من مجلس الوزراء أو من قبل لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست، إلا أنه يبدو من غير المرجح أن يعتمد نتنياهو الاقتراح في مجلس الوزراء الذي يهيمن عليه، ويصر نتنياهو على انتظار لجنة تحقيق حكومية لاتخاذ قرارات بشأن مسؤولية الحكومة، ويرى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك بينما الحرب مستمرة في غزة. ميدانيا ذكر الدفاع المدني في غزة أن طواقمه انتشلت 70 شهيدا وعددا كبيرا من الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على جباليا شمال القطاع. كما أفاد إعلام فلسطيني بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل مكثف وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة. كما شن الاحتلال غارة جوية على أحد المنازل بينما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين. قال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إنه يجب فتح ممرات المساعدات في جنوب قطاع غزة بالكامل للسماح بدخول الغذاء والوقود ومواد الإغاثة الأخرى التي تشتد الحاجة إليها. وحذر مسؤول الأغذية العالمي من محدودية الوصول إلى جنوب غزة، مشيرا إلى أن النزوح الجماعي من رفح خلال 20 يوما الماضية كان بمثابة تجربة رهيبة ومروعة للعديد من الأشخاص، وقد نزح معظمهم عدة مرات وكانوا يعتقدون أنهم سيبقون في منطقة آمنة لبقية العام. وأضاف المسؤول الأممي أن المدنيين فروا إلى مناطق لا تكفي فيها المياه النظيفة والإمدادات الطبية والدعم وإمدادات الغذاء محدودة، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بالصحة العامة تتجاوز مستويات الأزمة وأن الحياة اليومية مروعة. أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته أمام الكونغرس كونغرس بلاده عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة ودعا إلى رد حازم من المجتمع الدولي. كانت الحكومة التشيلية أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح الذي تسبب أيضا في حريق خلف 45 شهيدا. وفي عدة مناسبات اعتبر الرئيس بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011 أن الحرب في غزة ليس لها أي مبرر وأنها غير مقبولة. أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق زيادة في صادرات مصر الغذائية بنحو 30,000 طن في الفترة من 25 وحتى 31 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن هولندا والسعودية أكبر الأسواق. وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 23,000 طن، يليها البصل بإجمالي 22,000 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 54 صنفا بنحو 55,000 طن. كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 7 منشآت لاشتراطات التسجيل ومنشأتين لاشتراطات التأهيل ومنشأتين لاشتراطات الاعتماد.
قال وزير التموين علي المصلحي إن الدولة وسعت مظلة الأمان الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار الدعم وتحسين رغيف الخبز. وأكد وزير التموين أن الدولة تعمل على عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجا بصورة كبيرة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على التزام الدولة بدعم الخبز ل 71 مليون مواطن. وأوضح في هذا السياق أن دعم الخبز في موازنة العام الحالي وصل إلى 125 مليار جنيه بدلا من 91 مليار جنيه العام الماضي. افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس لتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة متمثلة في مشروع تقطير المتكثفات الجديد بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياري جنيه. بهدف زيادة الإنتاج محليا وتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة، افتتحت وزارة البترول التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس ممثلة في مشروع تقطير المتكثفات. ومنذ العام 2016 أطلقت وزارة البترول استراتيجية طموحة لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمينها محليا وتقليل الاستيراد. تضمنت إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير باستثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار. وتعتبر شركة النصر للبترول بالسويس قلعة عريقة، وهي الأولى التي تعمل في مصر منذ العام 1911 في تكرير البترول، وشهدت خلال السنوات الأخيرة ضخ استثمارات كبيرة من الدولة لتعظيم قدراتها الإنتاجية ومواكبة التطور في الصناعة. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لتوسعات مصفاة تكرير النصر للبترول أكثر من ملياري جنيه لتعزيز الاستفادة من إنتاج المتكثفات المصاحبة للغاز وتعظيم القيمة المضافة منها بتحويلها إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار والنفط اللازمة لإنتاج البنزين عالي الأكتين والمادة الخام الرئيسية في بعض مشروعات إنتاج البتروكيماويات علاوة على الكيروسين ووقود الطائرات. وزير البترول المهندس طارق الملا أكد أن المشروع الجديد يساهم في تقليل جانب من الاستيراد الخارجي، كما يعكس الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة تكرير البترول في مصافي صناعة التكرير بالسويس والإسكندرية وأسيوط ومسترد. وزارة البترول من جانبها أوضحت أن تنفيذ مشروع مصفاة تكرير النصر للبترول اعتمد على المكون المحلي بنسبة كبيرة تجسيدا لتوجهات الدولة لزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجديدة لتخفيض التكلفة من خلال تصنيع العديد من المكونات والأجزاء الرئيسية في مراكز التصنيع المحلي لشركة بتروجيت التي نجحت في توطين تصنيع مكونات مهمة تدخل في مصافي التكرير. رياضيا، أحرز ريال مدريد الإسباني لقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا بتغلبه في النهائي على بروسيا دورتموند الألماني بهدفين على ملعب ويمبلي بلندن. سجل هدفي ريال مدريد داني كارباخ بضربة رأس في الدقيقة 74، ثم عزز تقدم الفريق جونيور قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. وبخبرة النهائيات عقب ريال مدريد بروسيا دورتموند الذي أهدر أهدافا مؤكدة في الشوط الأول كانت كفيلة بترجيح كفته في بداية اللقاء، لكن تيبو كورتوا حارس الملكي تألق في التصدي لهجمات الفريق الألمانية. ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة.